السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة بعمل لكم فيديو جديد، والحقيقة أنا هعمل أكتر من فيديو عن مواضيع جديدة بتجيني أسئلة عنها. اللي خلاني أعمل الفيديو دوت والفيديوهات اللي جاية إن بعض الناس بتسألني، قليل طبعا، عن مرض البهاق فيتيلايجو وعن تساقط الشعر. الغريبة في الأسئلة إن هم بيربط ما بين مرض البهاق والإصابة بفيروس الـ HIV، يعني مدخلين في بعض الناس مدخل الـ HIV ده في كل حاجة. وبرضو الأخ التاني كان بيسألني عن تساقط الشعر، ويا ترى ده عرض من أعراض فيروس الـ HIV الإصابة بيه. فعشان كده قلت نعمل فيديوهات عن هذه المواضيع. فإحنا نبتدي بالبهاق. البهاق هياخد أكتر من فيديو، لأن الفيديو الأول نظرة عامة كده وملخص عن طرق العلاج، والفيديو الثاني هيكون تفصيلي عن طرق العلاج وأحدث طرق العلاج، لأن بصراحة خلال 20 سنة اللي فاتوا حصل تطور كبير في علاج البهاق. كان قبل كده صعب علاجه جدا جدا، لكن حاليا بيتعالج. هو صحيح بيحتاج جلسات وبيحتاج تكلفة، لكن بيتعالج. العلاج هدفه انه يضيع اللون الجديد اللي طرأ على الجسم، اللون الباهت او الفاتح، لكن ما بيقضيش على المرض تماما. فان شاء الله تستفيدوا من هذه الفيديوهات، فيلا معايا نشوف الفيديوهات بتاعتي. أحدث طرق علاج البهاق. البهاق اسمه بالإنجليزي فيتيلايجو، والبهاق بالرغم أنه مش مشكلة خطيرة من الناحية الصحية، إلا أنه مشكلة خطيرة ومدمرة من الناحية النفسية، وخصوصا لو ظهر هذا المرض في الأجزاء البارزة من الجسم وخاصة الوجه، لأن ظهوره في هذه الأماكن بيجعله اجتماعيا غير قادر على التأقلم والتعايش مع الناس في بعض الأحيان، لأن من جهل بعض الناس بيفتكروا أنه معدي، وبالتالي بيتجنبوا المصاب بالفيتيلايجو. وهذا التجنب بيؤدي أن الشخص طبعا بيشعر بالحرج والإساءة، وربما تصل به في النهاية إلى العزلة والابتعاد عن الناس. ايه هو مرض البهاق او الفيتيلايجو؟ مرض جلدي شائع بيصيب اي جزء من الجلد والشعر، احيانا شعر الرأس والاغشية المخاطية ايضا، يعني التجويف بتاع الفم، وللأسف لا يوجد له علاج نهائي حتى هذه اللحظة. ودور العلاج اللي موجود فقط هو تحسين لون جلد المصاب، مش علاج المرض، لا، بيحسن لون الجلد، بيرجعه الى اللون الطبيعي، لكن المرض بيبقى مستمر، يعني ممكن يظهر في اجزاء اخرى من جلد او يرجع تاني. فالمرض بيتنته مستمر طوال الحياة، حتى هذه اللحظة، يمكن في المستقبل ان شاء الله يكون في له علاج. ويمكن كلكم او اكتركم عارفين البهاق دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن بطش جلدية فاتحة، يعني لون الجلد العادي بيفتح على في اماكن زي البطش، وربما يكون مساحات كبيرة، بيغطي اجزاء يمكن صغيرة من الجسم، لكن مع مرور الوقت بينتشر، وربما انه يغطي 50% من مساحة الجسم كله. الناس اللي بشرتها اساسا بيضة جدا ما بيبقاش ظاهر قوي، هو طبعا موجود بس برضو مش زي الناس اللي اساسا بشرتهم غامقة، لان اللي اساسا بشرته سمرة والميلانين فيها يروح، وبالتالي البقع دي تبقى بيضة، فبيبقى التناقض او الكونتراست واضح جدا ما بين اللونين، فبيمثل مشكلة كبيرة جدا عند ذوي البشرة السمراء. ويمكن كلنا نفتكر قصة مايكل جاكسون اللي مات بأنه هو أسمر أو أسود في الحقيقة، وبعد فترة أصبح أبيض. إيه الحكاية؟ الحكاية أنه هو كان مريض بالبهاق، ومساحة كبيرة جدا مغطي جزء كبير من جسمه، فالراجل اختار أنه يستغنى عن لونه الأساسي وياخد علاج يغير الحتة الباقية من جسمه باللون الأساسي إلى اللون الجديد، فتغير لونه من الأسود إلى الأبيض. ازاي البهاق ده بيحصل؟ وازاي الجلد بيبقى مبطش ببطش بيضة فاتحة؟ كلنا او بعضنا يعرف ان الجلد لونه بينتج عن حاجة اسمها الميلانين. الميلانين ده اللي بيصبغ الجلد باللون اللي احنا عارفينه. الميلانين ده اللي بينتجه خلايا اسمها ميلانوسايت. فاذا اصاب هذه الخلايا مرض ما،
وليكن autoimmune disease من المناعة الذاتية، فمش هتقدر تنتج كمية كافية من الميلانين، وبالتالي مش هتقدر تصبغ خلايا الجلد باللون الأساسي وتني خلايا الجلد بدون صبغة، يعني فتحة تماما. ده اللي بيحصل. مدى انتشار مرض البهاق، هو البهاق منتشر جدا جدا، يمكن أكتر مما تتصور، تقريبا 1-2% من الناس عندهم البهاق بدرجة من الدرجات. بيصيب أي جنسية، بيصيب أي لون بشرة، بيصيب الكبير والصغير، بيصيب الرجالة والستات. وزي ما قلنا هو المرض ليس له أضرار صحية، ولكن أضراره النفسية بشعة ومدمرة أحيانا. بعد ما عرفنا إيه هو البهاق ومدى انتشاره وإزاي بيحصل، نيجي لأهم نقطة وهي علاج البهاق. هل في علاج للبهاق؟ وهل البهاق ممكن يختفي من تلقاء نفسه ولا لا؟ عند 1 من كل 10، يعني 10% من الأشخاص المصابين ممكن يتحسن البهاق من تلقاء نفسه وترجع البقع البيضاء إلى اللون الطبيعي أو الأساسي للبشرة، لكن البقية 90% للأسف الشديد البقع دي بتستمر إن لم يلجأ الشخص المصاب إلى علاج، وبتستمر وبيستمر معاه مرض البهاق إلى نهاية العمر. أما من ناحية العلاج، هل في له علاج؟ حاليا في له علاج، قبل كده ما كانش فعلا ليه علاج، وكان موضوعه يعني مشكلة حقيقية للمصاب به. أنا فاكر الله يرحمه كان عندنا أستاذ، وأستاذ علامة كان عنده هذا المرض البهاق، وكان منتشر جدا في جسمه في إيديه وفي وشه، يعني بشكل فظيع يعني. الله يرحمه، وقتها الكلام ده كان أستاذي يعني نقول من 40 سنة، وقتها ما كانش فيه حاجة اسمها علاج للبهاق، لكن دلوقتي ما كانش وقتها فيه غير كريمات الكورتيزون، ودي خطر ان الواحد يستخدمها فترات طويلة ومفعولها مش اكيد، لكن دلوقتي فيه خيارات كتيرة من العلاجات متاحة وكلها بتجيب نتيجة جيدة جدا جدا، وبتتبني على اساس من 2. الخيار الاولاني هو ان انت تعيد لون الجلد إلى اللون الأساسي، وده يصلح لما تكون البقع الجلدية واخدة مساحات مش كبيرة قوي من الجسم، مش مغطية 50% مثلا من الجسم، تقدر تعيد اللون الفاتح إلى اللون الأساسي. والخيار الثاني هو إنك أنت تستغنى عن اللون الأساسي وتستمر على اللون الجديد، يعني تحويل اللون الأساسي إلى اللون الجلد الجديد، ودي طبعا شيء يعني صعب ان الواحد يستغنى عن لون بشرته الاساسيه زي ما عمل كده مايكل جاكسون، ولكن بتبقى خيار موجود لو الفيتيلايجو البهاق مغطي نسبه عاليه من الجسم اكتر من 60-70% من مساحه الجلد. تفاصيل العلاج بالتفصيل موجوده عندي في الموقع اللي حب يطلع عليها والتكنيكات اللي بتستخدم، وفي فيديو تاني ان شاء الله جاي هتكلم فيه عن اسباب او عوامل الخطوره او الامراض اللي بتساعد على ظهور مرض البهاق، وكذلك العلاج والتكنيكات الحديثه اللي موجوده لعلاج البهاق في فيديو قادم ان شاء الله. يحيينا ويحييكم ربنا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.